أخوتي أخواتاتي، هذه هي عين السلطان. حاليا أنا متواجد في عين السلطان قدام الحي في نسخوي. ما تبارك الله وما شاء الله، الماء ديال عين السلطان، الماء ديالها نقي وصالح للشرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة عبد الله البركاني، متابعين قناة أحباب عبد الله البركاني، مرحبا بكم دائما. اللي مازال غادي يشترك في القناة يدخل يشترك فيها ويفعل الجرس باش دائما يوصله الجديد. وهذا النهار جيت ندير بكم واحد الجولة صباحية في عين السلطان، وان شاء الله هذا الفيديو يكون فيديو توعوي، ونتمنى ان شاء الله تشوفوه من الاول حتى الاخير، ونتمنى تبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي، وديروا لايك وشكرا بزاف، والله يحفظكم ويبارك فيكم، وشكرا بزاف بزاف على الدعم والتشجيع. خليكم معايا حتى الاخر فيديو. صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي، ونتمنى لكم كل خير في حياتكم نتوما وكل احبابكم والناس اللي عزاز عليكم. وان شاء الله اليوم خرجت باش ندير بكم هذه الجولة الصباحية، ان شاء الله تكون جولة رائعة. والف مرحبا بكم دائما، جيت لعين السلطان باش نعمر واحد جوج قلالي ديال الماء. هاد العين جات قدام دارنا، صراحة يعجبني المنظر ديالها بزاف. واليوم بغيت نشارك معكم هاد الفيديو ديال هاد العين، المهم نتمنى يعجبكم وخليكم معايا حتى الاخير الفيديو. عين السلطان يعني معروفة في مدينة بركان من هذه الزمان بالماء ديالها الصالح للشرب، وجميع الساكنة ديال مدينة بركان وحتى بعض المدن المجاورة كل يوم يجيو يعمروا منها الماء، حيت الماء ديال ملوية في مدينة بركان الناس يعني ما بقوش يقدروا يشربوه. صراحة حتى أنا ضروري كل يوم يعني نجي لهاد العين باش نعمر منها الماء. تبارك الله وما شاء الله، يعني هاد العين زينة بزاف والماء ديالها صالح للشرب. ولكن للأسف اللي ما عجبنيش يعني في هاد العين هو التلوث، لحقاش كل يوم من نجي نسقي منها الماء نشوف هذا المنظر يعني ديال الأزبال اللي مرمية هنايا قدامها، وما يعجبنيش الحال. ولهذا السبب يعني حاولت ما أمكن باش نصور لكم هذا الفيديو، وسمحوا لي بزاف، ونتمنى إن شاء الله تبارطاجيو هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي.
صراحة يخص المسؤولين يدخلوا باش يشوفوا حل ويديروا حد لهذا التلوث اللي ولينا نشوفوه يوميا في بعض الأماكن الرائعة. صراحة بحال هذا الأماكن الرائعة اللي موجودة عندنا في مدينة بركان، يعني فيها العيون ديال الماء، يخص يعطوها أهمية ويعتنيوا بها ويخص يحافظوا عليها. بغينا نشوفوا دائما بحال هاد الأماكن، يعني نشوفوها نقية، ويخص الناس يكونوا واعيين ويحافظوا على النظافة. يخصنا نشر الوعي بين أفراد المجتمع باش نديروا الحد للتلوث ديال البيئة. واجب علينا احنا البشر باش نحافظوا مثلا على الحي اللي نعيشوا فيه، وما يخصناش نرميو الأزبال في الشوارع. يخصنا نهتموا بالزراعة ديال الأشجار، وكذلك النفايات والملوثات ديال المصانع ما يخصناش نرميوها في الواد وفي الحي. المهم نقاوها مزيانة بزاف. يخصنا دائما نحافظوا على البيئة، حيت النظافة مهمة بزاف، ومن حق كل إنسان يعيش في واحد البيئة مكتملة ونظيفة. خوتي خواتاتي، هذا هو الفيديو ديال اليوم. كما قلت لكم فيديو توعوي، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى من جميع الناس يحافظوا على النظافة، لان النظافة من الايمان، لان النظافة واجب ديني وسلوك حضاري وضرورة اجتماعية وقيمة عظيمة في المجتمع. المحافظة على البيئة واجب ديني وأخلاقي، ونتمنى الرسالة ديالي توصل.
تحياتي وسلامي وكل احترامي لجميع المتابعين من داخل الوطن وخارج الوطن ومن كل الدول العربية الشقيقة ومن جميع أنحاء العالم. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تنسوش تديروا إعجاب وتبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا بزاف بزاف لكم على الدعم والتشجيع والتواصل، ونتمنى لكم كل خير في حياتكم، ومع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.